كوم دراري اللي كانوا يسولوني على الكيو 4 باش نقدر نخرج بامازون. صراحة راه غير كنت مبرزط، المهم الناس اللي مشبهيني راه عارفيني. واحد في شهر واحد كنت جيت للامارات، دونك مبرزط في داك التخربيق الاخر. دابا عطيكم الابديت شحال كنا درنا في الكيو 4 من واحد شهر 10 حتى لواحد شهر 12 شحال درت. والمشكلة هو في الاشهار، الاشهار ما نقدرش ندير من واحد شهر 10 حتى 31. دونك هادي من واحد عشرة حتى 31 12 وركي فور. هاداك 3 شهور درنا 225، تكون 230,000 دولار يمكن. رويالتي فيها شي 49 50 وشي تخربيقات، تقريبا 51,000 دولار فمجبى امازون جميع البلدان. بالنسبه للادز كما قلت لكم، هنا ما كنقدرش نسيليكسيوني من لو برومي اكتوبر حيت شي حيت داز اكثر من 3 شهور. دونك درت من 19 اكتوبر حتى ل 31، نقدر كاع ندير حتى ل 16. اشهار في امازون صراحه راه ما ناس متبعيني راه ما غاليش الا كنتي كتعرف تخدم به. ايش خان صاف سيس ندير سيف. شي 6,000 دولار ديال الادز، دونك سكي با مال. بالنسبة للبريفيزير يعني العام اللي فات كامل 2021 من شبه امازون، شبونس كو درنا داك الشي فات كاع الحمد لله. كنت ناوي ندير نص مليون دولار، 500,000 فتناها، شكون شي 550 ولا 560,000 يمكن دولار ديال المبيعات. في التوتال ديال الارباح غادي تكون قريبة 120,000 دولار. بالنسبة للدراري اللي يلاه بادين، ها مناش بديت شهر 7 ما كان والو، شهر 8 21 دولار، شهر 9 85 دولار. هذا كاع كنت زعما اكتوبر كنت خدمت بزاف، 1900. مهم 4 شهور ديال الخدمة في 2018 راه يلاه 5,300 دولار. كما كنقول دائما راه ما كتجيش تبدا من القمة، واخا دابا ملي قلت بحال كرمت زعما انا ماشي في القمة، وكم عارفين ما كنخدمش مش بامازون دائما، كنخدم يلاه واحد العام بحال كل العام اللي فات. راه عرفتوني راه كنت قلتها في ستوريات، كنت جلست شهر 8 شهر 9 هذاك بودلي والخدمة، طحنت الخدمة واحد شهر شهرين راه شفتو الريزولتا ديالها. كون كنت كنخدم العام كامل راك تشوفو ريزولتا اخر، كون ما كانش هادي الخدمة ديالي كنتو تقدرو تشوفو شي ريزولتا اخر. ولكن انا كنت بديت كنديفيرسيفي والبيزنس ديالي هذا مبازي عليه، هذا باش تعلم حاجة اخرى، انه ملي تبدا شي بيزنس اونلاين ولا ماشي اونلاين حاول انك تكون معقول فيه، وانه تكون الاستمرارية. راه شحال ديال الناس سبقونا للدومين وتسدو لهم الاكونت ولا وبدلوا شي بلان ولا شي حاجه. البلان سي كو تحاول انه اي مدخول عندك تحاول انه تكبره بشويه بشويه، ولكن اهم حاجه انك ما تفقدوش. ياسين العلوي البارح شفت الستوريات ديالو، هضر على واحد السيد كان عندهم في 04 في سباته تسد ليه البوكاديو ديالو، المهم ولا عنده مشاكل. هذه هي البلان اللي كنقول دائما ديال انه ما يمكنش تبازي الحياه ديالك على مدخول واحد، ولكن ما يمكنش تكريي في نفس الوقت 4 المداخل دقه واحده. الهدف انه دير مدخول تخدم عليه حتى يقروي، ودير مدخول ثاني، ودير مدخول ثالث، ودير مدخول الرابع، وطلع الضاله وطلع المداخل عاوتاني الفوق. ما يمكنش دير مدخول واحد وتحط دير الضاله فوق منه، ما يمكنش بودره واحده تهز لك دار، فهمتيني؟ تقدر تهزها ماشي ما تقدرش تهزها، ولكن تقدر تريب، يعني انت في خطر. والمشكله هي الواحد الا كان عنده وليدات ودار ودارهم وهز عائلات. دونك قصه وما فيها. دابا راه اللعيبه اللي شفتو العام اللي فات بور لا بروميير فوا مش امازون دي باس السالير ديالي كارشيتكت ديال الداتا في كندا بجوج ديال الماسترات و15 عام ديال الاكسبيريونس، دي باس داك السالير 3 سنين ديال الخدمة.
وماشي كنت صراحة 2018 2019 اللي خدمت بزاف، 2020 2021 كنخدم واحد لابارتي ديال العام باش كنقروي شوية، باش ما يبقاش داكشي اللي درت العام اللي فات هو اللي غادي دير نفس العام. دونك كنبغي نزيد فيه شوية، واحد شوية كيجيني الملل كنجلس نخدم على مشروع امازون. هذاك الانكام خلاني انني ندوز للدروب شيبين، وهذاك الدروب شيبين خلاني ندوز للاي كوميرس، وهذاك الاي كوميرس خلاني ندوز للاف بي اي، وهذا الاف بي اي للخليج، وهي هذا. ولكن every income is working، والبلان سي كو ديك البودره اللي كدير حاول انك تثبتها مزيان، انها تخدم، انها تعاونك باش تهز لك هذيك الداله ديالك، باش تقدر تكروي وتبيلدي ايطاجات اخرين. الناس جداد غايجيو غايقولوا لي واش عندك شي كورس، هاد الشيء كامل اللي كتشوف، هاد المداخل كلهم ملي بديت 2019 كنت كنشرحهم في يوتيوب. غادي تسولني السؤال الثاني، واش باقي خدام؟ داك الشيء اللي كندير كل عام هو اللي كندير. البلان يمكن اللي بدلت هو التول، التول كنخرج داك البود اللي خدمت به احسن من الاخرين، خدمت به واستمريت. ماشي ضروري داك التول، خدم باي تول. اللي بغيت نعلمك هو انه خاصك تبدا من ديك 20 دولار في الشهر، ولا 2 دولار في الشهر، ولا دولار في الشهر، وتبقى تحرق في دمك ودارك دارك وتخدم صباح وعشيه. وبزاف الناس ما غاديش يتيقوا بك، تقدر كاع توصل فيك انت واحد اللحظه انك انت ما تعيقش في راسك، واش بصح واش غادي للحيط ولا لا. انا كان اسوريك استمر، راه غادي يبدا يبان الريزولتا. روح لقيت غادي يبان الريزولتا خيالي. بنادم خاصو، انا قلت 15 عام ديال الاكسبيريونس، 15 عام ديال الاكسبيريونس ومعات 20 عام ديال القرايه باش نوصل انني نشد 120000 دولار في كندا ديال الصالير. يقدر شي واحد يجي يخدم بحال هكا 3 سنين ديال الخدمة الاطاك، عامين ديال الخدمة، ويدير نفس الصالير ديال واحد اللي شبعان قراية وشبعان خدمة في عام. وهاد الكونت دابا ديالي انا دابا 120000 دولار، العام اللي فات تكون فيه شي 110 يمكن ولا 100000 دولار نيت بروفي. الكونت ديالي دابا بحال قلتي يساوي 400000 دولار، 400 مليون، راه موبل هذاك. دابا السؤال، شحال الصالير باش كنت بديت انا؟ من يلاه كنت تخرجت في المغرب 4200 درهم باش كنت خدام، اول صالير ديالي قسم 400 مليون على 4000 درهم، وشوف شحال من عام ديال الخدمه هذيك اللي دابا تكريا في 3 سنين. وغادي يبقى يقروي بحال هكا، ما حدك حافظتي على الاكونت ديالك، ما حدك كتخدم فيه شويه، وما حدك كتحترم القوانين ديالو، راه كيبقى يطلع. دونك كوراج الدراري، واخا تكون دابا ما كتدخل والو، واخا تكون كاع كتخسر يمكن في الاول، حاول غير تتعلم وحاول تخدم بالطريقه الصحيحه باش تقروي داكشي ديالك، باش تبني بلانات من بعد. سير ابسوليمون اريان، فهمتيني؟ ما عرفتش سير بالعربيه، انك دير بودره بالرمله غتجي زوينه وغديكورها بالالوان. كان ديك البودره ديال الرمله راه ما غادي تهز لك حتى لعبه، فهمتيني؟ اي نصيحه ديالي اصحابي اللي قراو معايا، ولا نتايا اللي مهندس ولا شي لعبه، هذاك السالير ديالك سي فري كو كما كيقولوا كيمنعك من الفقر، ما غاديش تموت بالجوع، ولكن راه كيمنعك حتى من الغنى. داك السالير ديالك حافظ عليه، فهمتيني؟ حافظ على السالير ديالك، ولكن حاول تعطيه واحد 4 سوايع ديال الخدمه في النهار، وحاول تخدم السبت ولا تخدم الحد. غادي تعطيك واحد 20 30 ساعة ديال الخدمة، خدم في شي لعبة أخرى. الناس جداد ما عارفينيش، راه الترينين ديال مشروع أمازون ولا ديال كي دي بي راه بجوج بيهم فري، ديرهم في يوتيوب، دير يوتيوب قلال يوسف ولا شي لعبة غادي يطلع لك، ولا تشوف الناس أخرين راه عاودوا داك الشيء اللي حطيت أنا عاودوه مقاد ولا شي حاجة تفرجوا فيهم. السؤال الثاني هي واش غير هاد مشروع أمازون؟ لا، أنا هاد العام اللي فات ماشي مش بامازون اللي كان اكبر انكام ديالي، ولكن هذا مجال اللي عندك مع الديزاين، ما عندكش مدخول ولا شي لعبه، وعندك مع الصبر والتمارين، هذا مجال. كنتي خدام في ادسنس راه مجال، حاول تطوره، حاول تحافظ على الاكونت ديالك، حاول تخدم قانوني. خدام في الخليج وكذلك، خدام اي كوميرس وكذلك، خدام دروب شيبين وكذلك، حاول دير ستور ديال دروب شيبين ولا ديال الاي كوم اللي يخدم لك عام عامين 4 سنين، وتبيعو ب 100 مليون ولا 400 مليون من بعد. ما ديرش ستور اللي غادي تخدم به يومين 3 ايام وغيتسد لك ويمشي لك باي بال وسترايب وكل شيء. اذروايز تبارك الله عليكم، دابا دائما نقول لك دابا هو اللحظه المناسبه، فهمتني؟ شهر 9 10 اللي قلتها لكم راه نقولها لكم دابا. هذا عام جديد، استغلوا الفرصه ديال هذا العام. كنتي مهندس، استغل الفرصه، زيد لك الانكام، واخا تكون غير 2000 3000 درهم في الشهر، غادي تبدا ب 100 درهم في الشهر،
وكان غادي توصل بتاتخ لجوج الملايين وتقدر توصل لعشرين مليون في الشهر وتولي ما يبان لك الصالير ديالك لا علاقة كاع. كنتي تلميذ قرا كمل القراية ديالك ودير شي لعبة أخرى حتى هي بالجنب باش كتعلم كتشوف الناس كتعلم ماركتينغ كتعلم كيفاش تكتب كتعلم كيفاش تهضر ومن بعد تقدر كاع تعلم كيفاش تجيري ايكيب وكيفاش تريكريتي غادي تخرج غتولي انت مدير ديال شركة ولكن خدم باش تعلم البروسيس بدات شي حاجة ما غاديش تعلمها سميتو بوحدك. خدمو قراو وهاصليو خدمو قراو وهاصليو راه ملي بديت 2018 نزيدك نوطة أخرى 18 معلم كانت زادت عندي بنتي دينا يلاه كان عندها 8 شهور 2018 معلم كنت خدام خدمة ديالي فول تايم وباقي خدام إلى يومين هذا هذيك خدمة فول تايم 2018 معلم كنت كنقرا كنت خصني نكمل الماستر ديغري ديالي الماستر تاني ديالي وكملتو في 2019 سوتنيت قريت ونزيد كمعلم هذاك الميتل داك الميتريز خديتو باكسيلنس ميزاق ماشي معشني اكسيلنس اكسيلون دونك ما كاينش شي سبا الا بغيتي سبا غادي تلقى 17000 مليون سبا ولكن انا نصيحه كاخ ديالك تقلبش على السبا قلب على الحل قلب على الفلوس احسن من انك تقلب على السبا باش ما ديرش شي حاجه. واخيرا هذا الشيء عاوتاني راه ماشي بوحدي كاين فضل كبير ديال سيدي ربي وكاين فضل كبير للوالديه وكاين فضل كبير لمراتي حتى هي دونك بدات النصيحه دي ما عمرني ما قلتها للناس المزوجين سيبورتو بعضياتكم. انا سي فري مراتي كانت سيبورتاتني بزاف كانت هزات عليا بزاف ديال التخربيق ديال الدار باش انا نتكونسونطرا مع هذاك الشيء كانت المهم ضربات التمر هذيك الوقيته شفتو فاش كنت بديت حيت كنت كنخدم بزاف وكنبغي نتكونسونطرا وكان عندك بيبي صغير في الدار دونك سيبورتو بعضياتكم. كانت مراتك خدامه سيبورتيها كان راجلك خدام سيبورتيه غادي تدوزو من لا ميرد غادي تدوزو من تمارة غادي تضحكو عليكم صحابكم غادي يسافروا غادي تجلسو نتوما في الدار غادي يسافروا غادي تجلسو نتوما في الدار غادي يشريو مع احسن طوموبيل غادي تجلسو نتوما في الدار ولكن راه من بعد غادي تشريو الدار اللي بغيتو غادي تشريو الطوموبيل اللي بغيتو غادي تسافروا فين ما بغيتو نتوما مرتاحين فهمتيني ماشي مستريسين ماشي بالكريديت كارد ضراتني يديا بالتليفون. ايوا اخر ستوريا تبارك الله عليكم نتمنى هذا العام يكون احسن من العام اللي فات ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتمنى تكونوا والديكم بصحه قبل هذاك المرض نصاب بزاف تما وانتم تكونوا بخير اللي مرض الله يشافيه ويعافيه واللي ما مرضش حدا راسك من داك الشيء الله المهم.